يمكن كلنا طول الوقت بنحكي عن السعادة وبنشكر من قلوبنا أي حد بيحاول يسعد الناس اللي حواليه، لكن الحقيقة أنه يعني في سعادة من نوع خاص شفناها من يعني كل العاملين بشواطئ ذوي الهمم في اسكندرية، قدروا أنهم يمنحوا السعادة ويحلوا روح المكان بالتعامل اللي حصل من قبل العاملين في هذه الشواطئ لكل أهالينا من ذوي الاحتياجات الخاصة، قدروا أنهم يسعدوهم ويخليهم يصيفوا وينزلوا مية البحر ويستمتعوا بيها. خلينا نشوف مع حضراتكم إيه اللي حصل من خلال هذا التقرير ونرجع بعد نكمل الكلام. فرحة وبهجة تجسدت في أبهى صورها بعروس البحر الأبيض المتوسط لتقديم الدعم والمساعدة ورسم الابتسامة على وجوه ذوي الهمم من خلال شاطئ خاص بذوي الإعاقة بالإسكندرية. عمال شاطئ ذوي الهمم بالإسكندرية جسدوا نموذجاً لصناعة السعادة من خلال الاهتمام ومساعدة ذوي الهمم بقضاء وقت ممتع على الشواطئ دون الثقل على ذويهم، بل أصبح ذوو الهمم مسؤولية العاملين بالشاطئ. ابتسامة لا تفارق وجوه ذوي الإعاقة أثناء نزول مياه البحر، والذي كان أمراً صعباً من قبل، ليصطحب العاملون بالشاطئ أصحاب الإعاقة الحركية على الرامب الخاص بالكراسي المتحركة للنزول إلى داخل المياه ومساعدتهم في سكب المياه عليهم للاستمتاع بمياه البحر. الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية جهزت المساحة الخاصة بذوي الهمم بالعديد من الخدمات من خلال ممر يصل من بداية الشاطئ وحتى مياه البحر، فضلاً عن توفير كراسي بديلة وأخرى لدورات المياه، بجانب استراحة وعوامات صممت خصيصاً بحزام أمان لذوي الهمم لحمايتهم أثناء نزول المياه. يعني ما فيش أحسن من الصورة اللي احنا شفناها في التقرير اللي بترسم السعادة على كل وشوش ذوي الهمم من خلال يعني تقديم ولو قدر بسيط من الخدمات ليهم. تأكيد يا أحمد. طيب خلونا نروح ل يعني أحد العاملين بشواطئ ذوي الهمم بالإسكندرية الأستاذ عبد العال فراج، وهيكون معانا عبر تقنية زوم. صباح الفل يا أستاذ فراج. صباح الفل يا فندم. عاوزين نعرف بس في البداية من حضرتك يعني تكلمنا عن المهام اللي انتوا بتقوموا بيها أو بتسهلوها تجاه ذوي الهمم خلال توافدهم على الشواطئ. بص حضرتك، ذوي الهمم بيجوا الشاطئ أول ما بيدخلوا عندنا من البوابة بناخدهم على طول على كراسي ويقعدوا تحت شمسية. نعم. طلب النزول للمية عندنا الرمب المخصص ليهم لغايه بناخدوه ننزلوه عند المايه للاستمتاع طبعا بالمايه اللي هو كان الاول يعني ما يقدرش ينزل منها خالص. دلوقتي بمساعده الرامب اللي عملناه جديد بناخدوهم وبينزلوا لغايه المايه تحت وبيقعدوا بيبقى معانا تحت عامل انقاذ واثنين عمال معايا بنسكبوا المايه عليه لغايه ما ياخد وقته من الاستمتاع ويتبسط خالص وابقى شايف السعاده في وشه وانا ببقى مبسوط. يعني طول ما انا شايف ان هو سعيد انا ببقى مبسوط والله. طيب كنت عايزه اسال حضرتك يا استاذ عبد العال، هل بيكون في شرط انه يكون اكيد معاهم حد من اهلهم او مرافقين ليهم في خلال تواجدهم على البحر؟ في مرافقين حضرتك بتيجي معاهم وبيقعدوا واحنا بناخده بالكراسي، بناخدوه بالكرسي المتحرك ننزلوه واهاليه بيبقوا قاعدين زي ما هم على الكراسي مراقبينه يعني جنبنا. هل في اشتراط توقيت معين مثلا في اليوم لهذه الخدمه اللي بتقدم لاهالينا من ذوي الهمم؟ عندنا المواعيد الرسميه للعمل من 7 صباحا ل 7 مساء. من 7 صباحا ل 7 مساء يعني المواعيد العاديه. 7 مساء وعندنا يعني الشط كله الثلاث بوابات مجاني، بس البوابه المخصصه لذوي الهمم اللي احنا متواجدين فيها دي. دي ليها اي رسوم؟ كل الشاطئ حضرتك مجاني. وما يتم مع ذوي الهمم كمان بيتم بدون رسوم؟ ذوي الهمم بدون اي رسوم، الشاطئ مجاني متكامل، حمامات، اي حاجه داخل الشاطئ مجانيه.
طيب استاذ عبد العال، عاوز اعرف منك، يعني انت اتكلمت عن رامب بيقدر اللي هو ذوي الهمم بيقدروا اللي هم يعني ينزلوا من خلاله للبحر بشكل عام، القدره الاستيعابيه بقى للرامب ده تحديدا يعني بتستوعب كام شخص؟ كام شخص يقدر يكون موجود في وقت واحد خلال الرامب ده او من خلال الرامب ده داخل البحر؟ بينزل العدد يعني ممكن 3 أفراد أو 4 أفراد متواجدين مع بعض. 3 من ذوي الهمم. بخلاف المرافقين. دي اللي هي الاستيعاب اللي ممكن يبقى موجود جوه. طيب النسبة بقى الخاصة ب يعني التوافد للمرافقين أو لذوي الهمم كمان خلال اليوم تقريبا كام شخص بيكون موجودين على مدار اليوم؟ مش لازم بالتحديد، يعني حتى لو جاء معاه 5 أشخاص جه 10 بيخشوا معاه برضه. لا أنا أنا أقصد هنا يعني كم شخص يقدر يتوافد أو كم شخص تم رصده بيتوافدوا للبحر من خلال الرامب ده على مدار اليوم من 7 صباحا ل7 مساء زي ما حضرتك ذكرت؟ يعني كتير حضرتك، أنا لو قلت لك على عدد كتير ممكن تلاقي الشط كله المساحة دي ممكن تلاقيها مليانة لأنه مخصص ليهم. نعم. يعني في جزء خاص ليهم داخل البحر داخل الشاطئ. أيوة الجزء اللي ورا مني كل ده بالرامب مخصص لذوي الهمم كله. ففي نسبة إقبال يعني منهم؟ في نسبة إقبال، بيبتدوا يجوا من حوالي الساعة 9 كده ورايح بيبتدوا التوافد علينا. طيب نسبة الإقبال دي يعني هل بتخلي في فترة زمنية محددة لوجود الأشخاص ذوي الهمم داخل البحر علشان نقدر اللي احنا يعني يخرجوا ويدخل غيرهم؟ لا هو بينزل بيبقى 3 4 أفراد بينزلوا، لو عايزين ينزلوا مع بعض بينزلوا بياخدوا وقتهم عادي جدا، يعني ما حدش بيجبره على الخروج بعد ساعة معينة أو فترة معينة؟ لا 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 ما حدش بيجبره، ده بيقعد براحته. طب ده ما بيعملش نوع من أنواع التكدس؟ لا ما يعملش أي حاجة، في نظام هنا والناس كلها هنا بتساعد في النظام، والناس اللي بتجينا برضو ناس محترمة بتساعدنا يعني. طيب هو ده كنت عايز أسأل حضرتك عليه يا فندم، أنتوا عدد الأشخاص قد إيه اللي بتقوم بفكرة يعني هذه المهمة في الشاطئ، وتدريبكم بيكون عامل ازاي ولا دي جهود ذاتيه بينكم؟ احنا هنا موجودين تقريبا بتاع 5 أو 6 عمال متواجدين، شغلانتنا الرمل وذوي الهمم. دي شغلانتنا احنا متواجدين على الشط، دي مسؤوليتنا. اخد الكرسي المتحرك لتحت معاه لغايه ما يخلص ويطلع، دي شغلانتنا احنا معاه. نعم. استاذ عبد العال حضرتك تحدثت عن يعني فكره ان الخدمه دي بتقدم بالمجان لاهلنا واخواتنا من ذوي الهمم بشكل عام، عاوز اعرف انتوا بقى كعاملين هل انتوا تابعين للمحافظه ولا انتوا شاطئ خاص؟ احنا تابعين للسياحه والمصايف، الاداره المركزيه للسياحه والمصايف. نعم يعني تابعين للحكومه بشكل عام. تابعين للإدارة المركزية للسياحة والمصايف. نعم، فدي خدمة مجانية بتقدم من الدولة متمثلة في المحافظة ل يعني المواطنين الموجودين من ذوي الهمم. تمام مظبوط كده. يعني احنا بنشكرك على الجهود اللي بتعملها انت واصحابك وزمايلك اللي موجودين على الشواطئ العامه لخدمه يعني اهلنا من ذوي الهمم. كنت معانا عبر تقنيه زوم الاستاذ عبد العال فراج، شكرا ليك يا فندم.